طب يا شيخنا نرجع بقى لليالي العشر. نعم. فليالي العشر دي ربنا سبحانه وتعالى جعلهم وعمل لهم بصوره معينه، ان انت في 9 ذي الحجه او في 10 ذي الحجه عملهم نهار، عشان كده فضل فيها الصيام عن بقيه العام. في حديث النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من 10 ذي الحجه. كلام واضح، فيش ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من 10 ذي الحجه. في روايه عند ابي داود بيقول: يعدل صيامه كل يوم فيها بصيام سنة، وقيام كل ليلة فيها بقيام ليلة القدر. شوف شوف الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم بيرغبنا فيني حتة. فهنا صارت العشر أيام بتاع ذي الحجة نهارا، لأنه هنا حدد جزء الصيام، والصيام لا يكون ليلا. يعني عملها هنا عشان خاطر تبقى أدي حاجة. الحاجة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام بين، ودي مهمة قوي، إن العشر ذي الحجة دول الأعمال الصالحات اللي فيها بر بقى وصلة وصدقة وأي وذكر وقراءة قرآن وكذا، كل الكلام اللي تقدر مقدرته اللي تقدر عليه تعمله أنت، قال إن الأيام دي أفضل عند الله من الجهاد في سبيله. وهو كان زمان في بادئ الدولة الإسلامية، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كان الموضوع قائم على الجهاد لإعلاء كلمة الله، فكانوا كل الآيات اللي بتنزل بتتكلم عن الجهاد وفضل الجهاد والجهاد وفضل الجهاد. فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكل في دماغهم جهاد في سبيل الله. فالنبي قال: ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قال له حتى قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال لهم: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا. إلا دي اللي إدت معاني تانية خالص. قال: إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع منهما بشيء. فدي إداك ثلاث صور: واحد جاهد بماله فقط ولم يخرج، واحد جاهد بنفسه فقط ولم يعطي مالا، واحد جاهد بماله ونفسه ورجع بنفسه وخسر ماله. ادي ثلاث اشخاص. قال لك واحد بس اللي كسب، الذي جاهد بماله ونفسه ولم يرجع منهما بشيء، يعني اللي هو رجع ولا فلوسه رجعت. فهنا في افضليه للعشر ذي الحجه للشخص كانه جاهد العشرة ايام، جاهد بمال أو جاهد بنفس أو بمال ونفس ورجع بنفسه.